الشعب العربي السوري نحيي الأخت مريم رجوي على هذا الموقف الذي وقفته مع الشعب السوري لضرب جميع الميليشيات الإيرانية والشيعية من داخل الأراضي السورية والعراقية، ونحن نشد على إيدها بإذن الله، والله يجزيها الخير وإن شاء الله نحن كلنا معها بإذن الله. الشعب السوري يدعم المقاومة الإيرانية التي تقاتل النظام الملل، ونحن نتضامن مع الأخت مريم رجوي والمؤتمر الإيراني الحر في باريس والمزمع عقده في 1 يوليو 2017. نحن الشعب السوري ندعم المؤتمر المقاومة الإيرانية بسبب أننا في خندق واحد ضد نظام الأسد وضد نظام الملل المجرم الذي يقتل الشعب السوري والإيراني، ونريد إسقاط نظام الأسد والملالي لأنهم مظهر إرهاب في المنطقة، وندعم مريم رجوي لأنها البطل المقاومة ضد نظام الملالي. مريم، على هذا المؤتمر التي تطالب به من خلال هذا المؤتمر بإجلاء القوات الشيعية وحلفائهم ومواليهم من أراضي سوريا والعراق، جزاها الله عنا كل خير، وهي سيدة حرة ونفتخر بها. هي فكرة جميلة جدا، هي ميليشيات عدوانية، أرض ماي أرضها، هي أرضنا، هي أرض أجدادنا، أرض آبائنا، هذول اللي مرتزقة جايين يقاتلون على أرضنا وبحجج واهمة وتحت شعارات دينية طائفية بحتة، لا مرحبا به. يأتون إلينا على أقدامهم ويذهبون عبر الصناديق. نحترم هذه السيدة ونحترم مؤتمرها، ونحن ملتزمون بكافة القرارات التي تراها أو يراها هذا المؤتمر، نحن معها مهما كانت القرارات. ونشكر هذا القائمين على هذا المؤتمر والسيدة مريم، جزاها الله عنا كل خير. ندعم مؤتمر المقاومة الإيرانية ب 1 يوليو 2017، ونحن في خندق واحد ضد الملالي والملالي الأول الذي يقتل الشعب الإيراني والشعب السوري. نريد إسقاط النظام الأسدي وندعم إسقاط النظام الملالي في إيران، وندعم مريم رجوي الزعيم البطل المقاومة الإيرانية. والسلام. النظام الإيراني لما كنا بحلب قتلونا وذبحونا وحرقوا بيوتنا، بعدين طالعونا من حلب واحتلوا أراضينا وأخذوا بيوتنا، ونحن الله منحيي المقاومة الإيرانية اللي طالع ضد النظام الملالي، ومندعمها ومنقول له الله يوفقك إن شاء الله. قريبا في باريس رح يعقد مؤتمر المقاومة الوطنية الإيرانية بقيادة مريم رجاوي زعيمة المقاومة الوطنية في إيران في 1/7. النظام الإيراني نظام الملالي الجميع كان مخدوع فيه، جميع المسلمين في العالم مخدوعين فيه، ومقاومة إسلامية وثورة إسلامية والكلام هذا اللي أشاعه حتى يخدع الناس فيه. المقاومة الإيرانية صار لها 38 سنة تقاوم الإيرانيين نظام الملالي في إيران. نحن كشعب سوري عانينا من النظام الإيراني كما تقريبا مثل ما عانى الشعب الإيراني منا، نفس الوضع. نحن عشنا في سوريا طيلة هالثورة تحت دعم الملالي لنظام الأسد، طاغية دعم طاغية. النظام الملالي استورد المرتزقة وجاب كل إمكانياته وحطها لدعم الطاغية بشار الأسد لقتل الشعب السوري. نحن ندعم المقاومة الوطنية الإيرانية بقيادة الزعيمة مريم رجاوي لأنها قضيتها وقضيتنا واحدة، معاناة الشعب الإيراني ومعاناة الشعب السوري واحدة، نفس الطاغية بس بأكثر من وجه. بشار الأسد هو الوجه الثاني أو الوجه الآخر كما يقال للنظام الملالي. الشعب السوري ندعم المقاومة الإيرانية، والمؤتمر رح تعمله الشهر الجاي في باريس، ونشكر مريم رجاوي على قوته ووقفه مع الشعب الإيراني المعارض. كنا مع الأخت مريم رجوي ومن أيدها بموقفها بطرد العصابات والأحزاب العنصرية المجرمة على الأراضي السورية الشيعية، الأراضي السورية العراقية. طبعاً كلنا مع موقفها ومن أيدها ونشد على أيدها ونطلب منها الاستمرار بموقفها، ونحن كلنا هون معها وداعمين لموقفها.